انا ما عنديش مشكل في راسي، دائما كنقول ولو المرض ولو الحمد لله ربي ابتلاني، انا كتبقى فيا بنتي اللي هاي قدامي. انا ما خصنيش الفلوس، ما بقيتش باغا الفلوس، انا خصني بنتي تعيش مرتاحه. انا ما قدرتش نشوف الكاميرا، انا ما راضياش بهذا الشيء، ما نكذبش عليك ما قدرتش نخيص في ثاني دار. ترحب بك جنة أخي. السلام عليكم خوتي المغاربة داخل وخارج المغرب، نتمنى تكونوا على خير، عواشركم مبروكة، رمضان مبارك سعيد. بغيت نوصل الصوت ديالي اللي ما كيوصلش ابدا، ما عرفتش علاش الصوت ديالي ما كيوصلش، ما عرفتش علاش شحال من فيديو صورت ما بقى نفس الحاله، بقى نفس الظروف، بقى وباقي كنعيش كثار وكثار، كنزيد غير ندمر كثار وكثار. وماشي انا ما عنديش مشكل في راسي، دائما كنقول ولو المرض ولو الحمد لله ربي ابتلاني، انا كتبقى فيا بنتي اللي ها هي قدامي، وما عرفتش شنو غنقول، ما نكذبش عليكم، انا ما خصنيش الفلوس، ما بقيتش باغا الفلوس، انا خصني بنتي تعيش مرتاحه، هادشي اللي خصني، لما قدرتش نشوف الكاميرا انا ما راضياش بهذا الشيء، ما نكذبش عليك ما قدرتش نخيص في ثاني دار. الحمد لله على كل حال، الحمد لله. المهم انا كنت عايشه عادي، طلقت، مرضت في الصحه ديالي، بقيت كنطيح. المهم هذه عامين وانا الصحه ديالي كتدمر، ماشي وكتضعف، ماشي وكتنطيح، واخا مشيت للطبيب وكل شيء، عملت سكانر، انا ما عرفتش هذا الشيء، واش الطبيب ما عرفتش هذا الشيء داياش، عملت سكانر لكن ما كملتش، بقى ما عرفتش جيت شنو فيا. بنتي معايا لكن انا بوحدي، ما كاينش اللي يعاونني، وبنتي معايا معذبه معايا مدمره معايا، انا كنقول وكنعترف بها، بنتي مدمره معايا، بنتي هو يوسف كيشوف فيها كتاكل غير التخربيق، ما كتاكلش شي حاجه، وصباح كامل اليوم ما واكله والو، شربه شويه جدا الحليب. واش هاد العائله هيده عتعيش؟ واش هاد العائله عتعيش بزاف الحاجات؟ ما خصنيش انا نقولهم هكذا، انا ما خصنيش نقولهم هاد العائله كتعيش الدمر معايا، انا كنت صغير بصحتي غنخدم وغنكون وحده اخرى، ماشي عايشه بنتي عايشه معايا معذبه، ما خصنيش هاد العيشه، ما خصنيش بنتي تعيش معايا هيده. انا عييت ما نكذبش عليكم، انا كنقول ماشي مشكل بوحديتي نتعذب، لكن حتى العائله صغيره تعذب معايا، جات الدنيا باش تعذب، جات الدنيا باش تكرفص، علاش ساعات ما نعرفش شنو كيبان لي نعمل. الله يسر يا ربي، الله يسر، الله يحفظ. واخا غنعاود هادشي، واخا غنقول هادشي، ما كاينش قليل اللي غيحس بك، قليل كان ينصور ونشوف راسي، ولكن باقا الحالة هي الحالة، ما كاينش اللي غيدفعك، ما كاينش، كلشي يا في الواقع يا كتجبرها لي تشفى فيك، ما كتجبرش اللي يعاونك، قليل، ما نقولش ما كتجبرش، ولكن قليل اللي كيحس بك. انا ما بغيتش شي واحد يحس بيا، انا بغيت اللي يحس بهاد بنيته، صافي، هاد بنيته اللي كتعيش الدمار، خمسطاش في شهر أربعة تكملي عامين. أنا بخي ما عرفتش، ما نكذبش عليك،
انا بنتا كتعيش معايا العذاب، انا ما خصني والو، ما عرفتش شنو خصني، وانا ما قدرتش نفرط فيها، وانا ما عارفاش شنو غنعمل. انا كنقول حياتي ضاعت في عمري 26 عام، حياتي مشات، ما دمرت هادي عامين وانا كندمر، وغنمشي للطبيب ما زدتش دفعت راسي باش صحتي باش نبرا ونرجع فحال اللي كنت شحال هذيك. نحس بحياتي مشات ماشا، وكنرجع للور. وهاد العائله صغيره، هاد العائله صغيره، هاد العائله صغيره اللي ديتها الخيريه، ولا ديتها ما غتكونش مزيانه وما غتكونش مرتاحه كيف ما غتكون في الخيريه، كنظنها تكون فحال اللي عايشه هنايا. والله الله اعلم، احنا ما نقدروش نعلموا على ديك المكان. هاد العائله ما بغيتش تعيش معايا الدمار، وما عرفتش شنو غنعمل. انا هاد العائله ما كنجبرش كتجيبك، ما كنجبرش ليكوش، ما كنجبرش الحليب. العائله كتعذب معايا، كنبقى غير كنبكي وهي كتشوف فيا. العائله ولفات ما كتاكلش، ضعفت مره، ما عرفتش شنو غنعمل، ما عرفتش شنو غنقول، ما عرفتش. هاد العائله في طهري انا، ما الحاله الماديه ديالي ما خدامه، خدامه شي الصحه، ما عنديش يد الخدمه، كانت عندي غير الصحه الخدمه شويه. عملت قناه في اليوتيوب، بقى هيداك اللي انا غنقول لكم الاسم ديالها، يوميات ام جوهره. حتى القناه ما بقيتش كننزل فيها فيديوز بزاف، ان شاء الله يا ربي غادي ننزل فيديوز، غادي نبقى نصور وننزل فيديوز ونخدم عليها. المهم حتى هي باقي ما كملتش السوايع ديالها. يلا قلت غنبدا شويه ندخل منها، كندخل شويه من التيك توك شويش واحد. المهم الحمد لله كنت خسر لي التليفون 3 سيمانات وانا بلا تليفون. تخيل وحده ما عندهاش التليفون، وتيك توك كنت كندخل واحد شويش. بعدا كنقول الحمد لله باش كنشري لي كوش، نشري الحليب، ونشري مسائل العائله. المهم كنديباني راسي برا، مره كيعاونك شي واحد هكذا، كتجيك شي حاجه على غفله، كنقول بسم الله، وكنفرح وكنقول الحمد لله، وكيكون مطعم معدله كتخشى في بلاصتها، يعني ما كيبقى حتى شي حاجه. ما الحمد لله عايشه بالقدره الالهيه. مش التليفون منيس خسر لي، ما جبرت حتى شي واحد، الناس كاملين اللي كانوا عندي لا في اليوتيوب ولا في التيك توك، كنعمل لايفات ما كيجي حتى شي واحد، ما عرفتش. اليوتيوب ديالي يوميات ام جوهره، يوميات ام جوهره تصويره في الغوز، والتيك توك ديالي ام جوهره وتا هي نفس التصويره في الغوز. كنتمنى تدخلوا عندي وتدعموني، الله يجازيكم بالخير. انا ما عرفتش، انا بنتي ما قدرش نفرط فيها، ولكن بنتي كنشوفها كتعيش دامر، كنخاف عندك شي نهار نبغي نتخلص منها. ما عرفتش انا هاد الافكار اللي كيبقاو يطيحوا لي في بالي، لان الفقر صعيب، وانا ما عندي لا حنير لا رحم. ما كاينش شي واحد عتقول غتنزل عليه الراس، ما كاينش، ما كاينش. بنتي كتنزل الراس عليا، انا ما كنزل الراس على سيدي ربي. الكره دابا هاد الشهر عاوتاني خصني نشوف كاين الكري، لان ما نقدرش نبقى ساكن هنايا، ما كاينش الطاقه على حساب العائله، وما خصنيش العائله تمرض لي. انا قربت كنت كاريه ب 1200 درهم، الكرا غالي بزاف، قربت هنايا وجبرت ب 70000، لكن الطاقه مفتوحه ما نقدرش نبقى ساكن هنايا. عاد نشوف كرا ونتمنى نجبر الكرا رخيص. وهنايا الصراحه كنت منسى، وبنتي حتى هي مع بنات ومهم منسى، والحمد لله على كل حال. حنايا الكرا هو ما شفت اخوتي المغاربه، وكنتمنى غير الصوت ديالي يوصل، وسمعته وكنتمنى اللي شاف قبل وشاف قبل، اما هانتوما كتشوفوا على عينكم. ولو كنت مزيانه ومرتاحه ما غنخرجش نصور، ما كاينش شي واحد كيعجبو يشوه راسو، اللي كيعجبو يشوه راسو راه مولف الشوه، وحنا ما عندناش مع الشوه، انا ما عنديش مع الشوه، وبسبب بنتي تشوات. لا اله الا الله محمد رسول الله، واللي يقدر يساعد الله يجازيه بالخير وفي ميزان حسناته ان شاء الله. الغي يساعد، غي يساعد هاد بنيته هذه. اما انا راسي ما عرفتش، كنتمنى ربي الحبيب يشافيني. اشترك الان في قناه اشواق تي في، وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. اشواق تي في، جريده الكترونيه وطنيه شامله ومستقله.